ما بك؟ هل أنت متعب؟ نعم، أشعر بالتعب اليوم وبالكسل. الكسل؟ نعم، فأنا كسلان اليوم. لا تكن كذلك. هل سمعتي؟ نعم، هناك صوت. تعالي نرى. هذا هو حرف الكاف. صوته ك مثل كوكي. كوكي. كل. كل. ملك. ملك. والآن ما رأيكم أن تلعبوا معي لعبة حرف الكاف؟ لعبة حرف الكاف. يبي. والآن اسمعوني جيدا يا أطفال. سأقول لكم كلمات فيها صوت ك. الأول أحياناً وأحياناً في الآخر، أي في أول الكلمة وأحياناً في آخرها. عليكم أن ترفعوا البطاقة إن كانت في الأول الكلمة، جيد، وأنت في الآخر. ممتاز. الكلمة الأولى كرة. متى يرفع البطاقة؟ جيد. في الأول نسمع صوت ك. الكلمة الثانية ملك. أنا. في الآخر. أحسنت. الكلمة الثالثة سمك. أنا. انتبه. سمك. من سيرفع البطاقة؟ سمك. جيد. في الآخر نسمع صوت كح. والكلمة الأخيرة كتاب. كتاب. نعم. أنا. في الأول. أحسنتم، أنتم فعلا أبطال. ياي. والآن سنقرأ حرف الكاف مع الأصوات الطويلة. كه كا كه أو كو كه إي كي كا كو كي. سنقرأ الآن حرف الكاف مع الأصوات القصيرة. كه فتحة كا كه ضمة كو كسرة كي كا كو كي.
تعرفنا إلى حرف الكاف. إلى اللقاء يا أصدقائي مع حرف جديد. إلى اللقاء.